قررت الرحيل، وفجأة شعرت بشيء يجذبني إلى الوراء، فقلت في نفسي أهو الحب أم هو الحنين؟ يا أخي طلع المريو اللي خرجت في البيئة نسنيس، يا ربي بعدهم علينا العبيد النسناسة، عندهم قوة يبدأ يحكي معاك وفرد وقت يسمع في عبيد بحثكم قاعدين يحكي. والله أنا ما زلت ما لقيتش خدمة، أما هاني قاعد نلوج ديما نشوف لي زانونس على الانترنت. سامحني تش نسكر فمك دقيقة خاطر نسمع في سلسل قاعدة تقولي سحابة يضرب فيها، قلت لكش ماهوش متاعها. حتى من الغزرة متاع العبد هذا تحس نسنيس خارج من عينيه، فما الرمزة اللي تسألك سؤال تعرف الجواب متاعه، أما تحب تزيد تحفر في الحكاية. آه سلومة، سافا انستغرام؟ سافا، سافا. وما زلت صحاب مع سلسولة؟ سافا عليه؟ لا لا جيت بسأل فيك على خاطر ما لقيتهاش ديغنيغمون سيغ انستغرام. زعما علاش سكروا لها الكونت؟ حاسيلو تلمو الناس مسؤولين تولي بالصفة عليك تحكي لهم كل شيء، ما كانش يتنرفزوا عليك. وصلوا مريت شنو صار لسلسبيل؟ واه واه شنو صار؟ احكي ولي. شيء تبر حكاية فارغة. تخبيوا عليا زايد مارك هيا تجبدوا من قدامي. قلنا عن عبد في الانتوراج نتاعنا يقرب الصيف يولي خمم في الريجيم والسمر بادي، اما كي تبدا موافق معاه تقولش عليك سبيته. اوه سمنت لازمني نعمل غاجي. اي علاش ليه؟ معناها ترى في سمينه باش يقول فمي. مش قلت لي انت ترى في روحك سمينه؟ اي ما انا نورمال تقولي تسير بالكم تسير ما تستحقش الريجيم عزيزتي. زايد ما تعرفش تحكي مع نساء. نفهم تنرفزهم على خاطر ديما يتيحوا على العباد هكا. اي حالي باش تولي عزيزتي. نو ميرزي شنو تعمل في ريجيم؟ طلع عليك. اما عندهم هك الجمله الشهيره نتاعهم، باش نبدا رجي نهار اثنين ولا نفطر اللي نحب، طفلين ما نتعشاش ولا ناكل سلطه. يعيشتك اللي سلطه. اما اقوى فازا يعمل نهار رجيم وما يطولش. كاو سلومه شخصيتي ضعيفه، تحبني بطل ما اكلت الشارع؟ قل لي سلومتي يا فتاح يا رزاق، شبيك تقنقن على قبك؟ اسمعني فما اغنيه من قبيله دوماتات نحب نتذكرها ما نسيت اسمها. تتذكرش على الاقل شكون يغني فيها؟ لا تذكر شوية اللحن أتو نغنيها لك بس تذكر اسمها. ياو الجملة ما عرفتيش. لا ركز. ياو يا تتذكرش أموار أفرا الجملة كلمة ميسالش حتى كلمة تقضي. وأنا كجيت نتذكرها من كل جي نسأل واحد تخلف كيفك ما نذكر كان ياو. أنا واحد من الناس منعرف حتى أغنية فيها ياو. معقد عمل اللي فيها تص حكمة في الفن وانت تحل الصورة تلقى خيط. سي بون ذكرتها كيبكي بلاش كالعادة. اطربني. I will always love you بتاع ويتني يوستن. I will always love you فيها ياو. اي and I will always love you. ريت ان كولت فا إتون دوني كو جماعة الباك قاعدين يعديو نقولهم ربي معاكم وإن شاء الله بنجاح، قررت باش نعمل فيديو على المارك اللي قرينا معاهم في الليسي. نبداو بالفياس اللي كل نهار يسخر روحو في ديفيلي، لبسته مزيانة أما طبيعته كي وجهه. في الفيرسيون تاع البنات تبدا تمكي شي وسط الكور وكي تحكي معاها تبدا تجاوبك هاكا. عسليمانة اسمي فامبونا سانسونا. يا ما نصدقش ريتها شنيا لابسة. يا سليم قتلتني بالضحك مت 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 مقبلة والدموع قاعدين يهبطو وحدهم. فما اللي ديما يحكي بلغة الغشة. مدام الكرسي تاعي مبلوق. إي امسحوا وقض عليه. طلع عليك ولا بيتك يا جبري. فمك الماست اللي ديما يحب يضحك. اي حاضرين للدفوار. اي حاضرين من الغايبين. طلع عليك ولا بيتك يا جبري. فمك المسكين اللي ديما اكسكلو وهو ما عمل شيء. هدا بسكوخش شعملت مدام؟ شعملت اكسكلو افيرتيسمون اصدار اصوات غريبة عجيبة داخل القسم. اما اقوى عبد الصاحب اللي ديما ميت بالضحك معاه. اخرجوا عليا انتم الزوز. ابلدياز. كلنا عشنا ولا قاعدين نعيشوا في زوز حالات الحليلة هذم في الدار، في التواليت وفي السال دو بان. نبداو بالتواليت. تقول عائلتك يستناو فيك وقتاش تدخل لنا باش يجيو يمرجوك. هل باب تبر في التواليت راني. حطينا حاجتي بالتواليت. اي تستنى. وخايلك ساعة وقبل نسال فيك قلت لها خرجت دخل معاك تليفونك ولا البيس نتاعك ولا الله اعلم. تبر بعدني خليني راي. لا باش نتعشق. ونكمل بالسال دو بان كي تدخل الدوش. يا تبر ساكن بيت خور قاعد ندوش. وين قاعد نقصف المعون؟ اي المعون مش مستنى قاعد ندوش عليك عليك. وانت ما لقيت وقتاش تدوش سامحني تخليك وجينا تداود على خاطرك. مارك مش لازم تدوش هاي مش لازم مش لازم. س
صاحبك اللي هز برشا قفل الاستاذ في الاخر ياخذ عدد خايب في الدفوار الجزء الاول. السلام عليكم. اي احلى مسيو واحلى استاذ يقري فيه في الدنيا الكل. تعرف يا مسيو في بالك اللي انت احسن استاذ من اللي بتتنقل لتوا يقري فيه في حياتي. راك المعلم راك تعجبني مسيو يا ينام بوزيرك يا مسيو. عايشك عايشك عايش ودي. بالله تفرش الصبورة تفرش. علاش ما يفسخوهاش من البارح باش غدوا الاستاذ كي يجي للكلاس يبقى نفسخ نفسخ الصبورة. لا 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 مسيو سايب عليك سايب عليك. والله ما نفسخها كاين يعني راك الغالي. والله ما نفسخها انا الصبورة تو هذاك. ليه مسيو يا عبد الرخاش تحب له قفة للاستاذ اب اب باش يقفف. القفر زينة. يا تلامذة نكونوا فات الحصة نتاعنا نجموا تخرجوا الناس الكل. خلص الكرتابنا ونخرج. لا 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 انت سايب عليك يا مسيو سايب عليك. نهزاني الكرتابنا والله ما نهزاني عليك راك الغالي. كان لازم نجي نسربي لك الفطور في داركم.